أنا زياد الأسمر، تخرجت محاسبة من جامعة البلقاء التطبيقية. اشتركت ببرنامج درب ثلاث عشان ألاقي الوظيفة اللي بتتناسب مع مخططاتي وأحلامي اللي أنا كنت راسم لها. المرحلة الأولى اللي هي تقييم الشخصية. شبابنا بحاجة إنهم يعرفوا إيش نقاط القوة تبعتهم لحتى يقدروا ياخذوا حالهم ويتميزوا بالمسير الوظيفة تبعتهم. كنت راسم لحالي الوظيفة اللي أنا بدي إياها، حابب إني أكمل بمجال المحاسبة، يعني إن شاء الله بدي أتعب حالي أخذ دورات زي CPA والجولدن CPA. بناء على تقييم الشخصية اللي شافوه، قابلت في البنك التجاري وفي بنك الاتحاد، شافوني إنه أنا أفضل إيش، مثلاً أفضل للكاستمر سيرفيس. صراحة قبل ما كنت بدي أشتغل بمجال البنوك، كنت حاب أشتغل بمجال التدقيق والمحاسبة المالية بشكل عام. تعلموا كيف يجروا المقابلة، كيف يبرز نفسه، هذا الشيء رح يخدمنا إحنا إنه نستفيد من هاي التدريبات والخبرات اللي أخذوها. أجتني فرصة البنك هاي بدي أتمسك فيها. هلأ أنا بتدرب في البنك التجاري الأردني في دائرة العمليات في قسم تدقيق حوافظ الفروع. تعلمت كيف أكون أكثر مسؤولية بالشغل، تعلمت كيف يكون عندي انتظام أكثر بالوقت. بفضل التدريبات والورشات اللي أخذتها في درب ثلاث، أنا هلأ جاهز إني أكمل مسيرتي. رح أضل كمان أطور من حالي وشخصيتي بحيث من هون لخمس سنين أكون مدير القسم اللي أنا بشتغل فيه.